لان السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غادي نوريكم في سميتو بعد اطلاق خدمه التدريس عن بعد بالنسبه للابتدائي. ده غادي نوريكم كيفاش تخرجوا لي مود باس ديال الكلامت، كذلك كيفيه تفعيل الاقسام الافتراضيه. اذا اول شيء كنمشيو للدخول المدرسي، يعني ما كنغير الصفحه الرئيسيه ديال المسار، وكنهبطوا لخدمات مسار، كنضغطوا عليها وكنلقاو القن السري للتلاميذ، كنضغطوا عليه. بالنسبة للخدمة فهي متاحة فقط للمستوى السادس. إذا كنختار القسم اللي بغيت، يعني كاع الأقسام كيكونوا، كنختار القسم ومن بعد كندير طباعة اللائحة. اللائحة ديال الأرقام السرية، إذا غادي نفتحها باش تشوفوها. إذا هي كل تلميذ بالرقم السري ديالو، هما إذا كنرسلوهم للتلاميذ إما في ميساجات أو في التواصل مع والديهم بطرق مختلفة، عن طريق السلطة أو عن طريق شي وسيلة ديال التواصل اللي تمكنهم من الحصول على الرقم السري ديالهم، ولكن إذا كان ما أمكن تكون بسرية. هذا بالنسبة للرقم السري. إذا من بعد ما حصل التلميذ على الرقم السري، الآن غادي نجيو لكيفية تفعيل الأقسام الافتراضية. إذا كنمشي للإدارة وكندير إنشاء الأقسام الافتراضية، كنضغط عليها، من بعد كنجي كنختار المستوى أو لا كلهم كاملين اللي عندي، كنختار مثلا أحد الأقسام وكندير نكوشي عليه، او لا نكوشي عليهم كلهم، وكندير انشاء الاقسام الافتراضيه. الا بغيت نكوشو عليهم كلهم كنديرها من هنا، حنا دابا عندنا غير هذا، وكندير انشاء. اذا تم انشاء الاقسام الافتراضيه بنجاح، المرجو تفعيلها من طرف الاستاذ بعد لحظات قليله على منصه مايكروسوفت تيمز. هنا بالنسبه فاش كننتقلوا لمايكروسوفت تيمز، ما غاديش نلقاو دابا حاليا سميتو الاقسام، خصنا ننتظروا على الاقل ما بين 5 حتى 10 ديال الدقائق، احيانا نصف ساعه، احيانا ساعه، عاد كيبانوا الاقسام في المنصه ديال تيمز. اذا غادي نشوفوا، انا راه فعلت واحد البارح، غادي نوريكم كيفاش يكون القسم اللي كاين عندنا. اذا كندخلوا www.تعليم وما كا ندخلوا بالحساب ديال المسار ديالنا. هذا بالنسبه للاستاذ، اذا الرقم السري ديال المسار او لا الرقم السري اللي في حاله الا كان عنده مشكل مع الرقم السري، راه السيد المدير ممكن يعطيه الرقم السري انطلاقا من الحساب ديال المدير. اذا كنجيو لهاد النقط اللي عندنا هنا في الايسر، كليكي وكنقلب هنا على تيمز. تقدر ما تلقاهش هنا في هاد سميتو، راه ممكن تزيد تو لي زابليكاسيون وغتلقاه معاهم. اذا غديروا تيمز، اذا كيعطيني الاقسام ديالي، هما هادو هما تكرياو هما. من بعد كنختار القسم اللي بغيت، مثلا انا عندي السادس واحد هنا وعندي هنا السادس خمسة، مثلا كنختار السادس واحد. اذا السادس واحد باش نشوف التلامذ اللي فيه، اذا كنكليك على ثلاثة النقط وكندير جيغي ليكيب، وكيعطيني التلاميذ اللي هما داخلين. اذا عندي 33 تلميذ اللي داخله، اذا هما هادو، غادي نلقى اللائحة ديالهم هنا. هنا ندير جينيرال، نكليكي على جينيرال باش نبدا. اذا كيعطيني هاد الصفحه هادي، انا ما نبقاش نصدع راسي في شارجي لي كور، دير هادي دير هادي دير هادي، راه سهل الامور. يعني جينيرال وكنكليكي على هاد الايكون هاد هنا. اذا خصي يخدم سميتو الميكرو ويخدم، كندير هنا جواندغ ريجواندغ ماتنون،
دان التلام تيكونوا معايا واجدين، ودابا يمكن ليا نخدم معاهم يعني بطريقه عاديه. هنا كيبانوا ليا التلام اللي داخلين على اليمن هما كلهم، يعني اللي كان داخل راه غادي تبان لك هنا عنده العلامه خضراء، يعني ممكن تراقب الحضور ديالهم من تيمز. بالنسبه للكاميرا ممكن تغلقها ممكن تخليها، يعني ماشي بالضروره انك تخليها مفتوحه. الصوت حتى هو ممكن تقطعو، وممكن تقطعو على لي بارتيسيبون كاملين، حتى هما ممكن تقطعو عليهم ملي يكونوا داخلين. دابا نجيو للبارطاج، ملي كتكليكيو على هذا الزر هذا يعني بارطاج دو ليكرون، وهذه اللي مزيانه للاستاذ. بالنسبه للاستاذ هذه اللي غيخدم ديال بارطاجي، اذا هنا غادي نبارطاجي معاهم المحتوى. اذا كنكليكي، اذا عندي الاختيارات هنا، كاين عندي واحد طابلو بلون، كاين عندي بزاف ديال الاختيارات. نجينا هنا البيرو فونيتر، وهذه اللي غادي نخدموا بها بزاف. هنا كيعطيني البيرو ديالي بكلشي اللي فيه، ولكن انا هذه ما في صالحيش. كنجي لي فونيتر دو لابليكاسيون، وهنا كتذكير خص لي فونيتر يكونوا مفتوحين، ما يكونوش غير دويزي. الا كانوا غير دويزي فتحوهم يعني يبانوا يكونوا مفتوحين، عاد غيبانوا لكم هنا. اذا غنجي نكليكي على الدرس ديالي وندير بارطاجي. اذا دابا بهاكا غادي يبان للتلامذ فاش كيبان لهم كنقدم الشرح ديالي. تتبان لهم السوري كتحرك، كيبان لهم الصوت، تسمع لهم الصوت ديالي، يعني الامور تمشي عاديه. من بعد فاش نكمل كندير اغيتي لو بارطاج. اذا دابا الصوره راه ما كتبقاش تبان لهم، وغادي يبقاو يسمعوا الصوت ديالي، ولكن من بعد نوقف الدرس ديالي منين نكملوا.